السلام عليكم. اليوم حبيت نعمل فيديو نحكيو عليه على الفلوتورات، على الفلوتور. مش نحكيو على الفلوتور بولونيه بالطبيعة، على الفرق ما بين الفلوتور بولونيه عند العاديين، فلوتور بولونيه كلاسيك عادي معناتها، وما بين فلوتور بولونيه بري بلومبي كيما هكا. ها الفرق، هذا بولوني عادي وهذا بولوني تري بلومبي. تو موجودين في الحوانت الكل بلاصتك، موجودين تو في تونس. يدي انت كي تجي تشوف الفرق ما بيناتهم، تلقى مثلا هذا دقرا مكتوب عليه دقرا، ولا هذا مكتوب عليه تروا جرام، هي فلوتور عادي. هذيك كيف دقرا البري بلومبي تلقى فيه زوز حاجات، أو كيما هذا مثلا تلقى فيه مثلا 0.75 بلس 0.75. هذا مفسخ، هذا مفسخ، هذا 2.25 بلس 0.75. شو معناتها؟ معناتها هو البوان تاعو 2.25، وال البوا اللي باش يردو إكيليبري هو 0.75. كيف كيف يعني هو يلزم 0.75، البوا اللي يلزمو باش يولي إكيليبري بالضبط كيما هاكا في الماء يلزمو كيف كيف 0.75. باهي، يكون القايل شنو هو الفرق ما بيناتهم، وعلاش نستعملو هذا، وقتاش نستعملو هذا، وكيفاش، وعلاش. باهي، هو ساعة توا هذوما لي بري بلومبير توا ما عندهمش مية سنة من يوليو يصنعو فيهم، توا ولو في 3 4 سنين الأخرانيين وليو يصنعو فيهم، ووصلونا سنة و سنة هكا باش وصلونا لتونس. حتى ما كانوش موجودين هما، ما كانوش يخمو فيهم، خمو فيهم الصيادة هما، كان هما فما برشا صيادة. شنو يعملو؟ ياخذ لك كيما هكا مثلا 3 غرام ويلف في الساق في الكي نتاع الفلوتور، يلف هكا خيط نتاع رصاص فيل دو بلون كيما يقولوا ابلون ولا دو بلون، يلفوا لهنا في الساق باش يرزن شويه باش يولي اكثر ستابل، باش يبداش يلعب في الكورون ولا فما ريح كورون دي سيرفاس، يبداش يلعب باش يبدا يلعب برشا، وزاد باش يربح، باش يربح في ناس في الريبارتيسيون اللي تحت. حتى كيما نقولوا يزيدوا 2.5 رصاص لهنا، هوني قداش هو 3 غرام، يحط لك مثلا 0.3 ولا 0.4 ريبارتيسيون، تبدا جويدة تبدا نيميرو رصاص نيميرو 12 و11 و10 ماكس حاجه فين، وعلى الاخر تهبط حاجه اخرى. كي يعملها رصاص لهنا يربح ديستانس، بعد فوق كيما نقولوا لانسي قداش نقولوا فما ريح قدامه ولا فون دو فاس ولا فون لاتيرال، ما بشي نقصلو في اللانس كي يبدا من غير حد شيء، يربح شويه كلك متر معناتها في اللانس. كيفاش دونك خمو باش يعمل حاجه كيما هكا، حاجه بري بلومبي تبدا مورها واضحه، لا تبدا رصاص لا حد شيء، معناتها تبدا سوفيستيكي بالكدا منظمه، معناتها حتى البوا زاد منظم لهنا 0.75، معناتها 0.75 بالحق. فهمت كيفاش؟ تقرا حسابك الزايد اللي حطيته الكل، وتقرا حساب لابا اللي عندك. دونك عملوا هذوما، هذوما باهين، انا قلت لك بلو ستابل في الفون دو سيرفاس، يركح اكثر من باش يتحرك هكا مع الكورنتي مع الريح، وزيد تربح في ناس في البارتي اللوتانيه. ما تتصور انت تصطاد، تصور تصطاد على 20 متر
وفي وسط المي يقولوا فندق نتاع 3 قامات ولا 2 قامات ونص، يقولوا 5 4 متر ونص، 5 متر تصطاد على 20 متر وعندك صفر 75 رصاص في الريبارتيسيون لوت، تعملهم كما يقولوا على 1.20 متر ولا متر، معناتها تتصوروا في بخاخكم قداش سوبل وقداش فينو معناتها. وبرجولية ملي وليت نصطاد بهذا اللي توش كثروا الكاليتي نتاع الحوت احسن برشا، احسن برشا ملي مثلا تحط هذه 3 جرام، معناتها تصور انت 3 جرام معناتها يلزمك الريبارتيسيون دي بلون، تحط كيما نقولوا مش 100% تحط 3 جرام، تحط مثلا دو 70 دو 75 دو 80، خاطر مش خديمة تنقص، راهم هما يحطوا 3 جرام ماهيش 3 جرام اقل، معناتها تصور انت لازمك تحط رصاص في الريبارتيسيون تحط 2.7، صحيح تنجم تعملها هكا في ناس شوية تعمل بولك من فوق، سا ديبون انتي والكورون اللي عندك، كان عندك كورون دو سيرفاس طلع شوية البولك تعملها 2 جرام هكا مع بعضها، ولا سا ديبون انتي والحوت اللي تلوج عليه زاد، تنجم تعملها الريبارتيسيون محصورة في الوسط، هما يقولك للورقة ماذا بيك تحصرها في الوسط. ريبارتيسيون ريبارتيسيون تحصرها في الوسط، تعملها كونسنتري في الوسط معناتها، وتخلي من فوق مسيب شوية وفينو شوية من اللوت، خاطر لابا خاطر الورقة تحب ما تحبش الواحد يلعب برشا، تحبو فيكس كي تجي تاكل، كي تجي تاكل ما تحبش حاجة تتحرك ياسر، مش كيما القاروص، ولا مثلا كي تجي تصطاد البوري مثلا 2.7 تحطها من اللوت كونسنتري كونسنتري من اللوت فوق ميكرو ميريون معناتها، علاش؟ خاطر عندك خبز، انت ماذا بيك توصل الخبز نتاعك البا نتاعك، هو البوري هو 90% خبز، باش توصل الخبز نتاعك الفوندو اللي حاجتك بيه في اقرب وقت، خاطر هو يتفتفت بطبيعته، هو ما يقعدش برشا في اللمسه، وقت دونك يعملو كونسنتري اللوتا في 30 40 سنتي هاك، سا ديبون انتي والفلوتر اللي تحب تستعمل. باهي كاهو ليش نقولك هاذيك هو الفرق ما بيناتهم، حكينا رابيدمون حكينا في كل شيء وفي حتى شيء فريسك، هاذيك هو شو نقولك، حاسين مش انا يطلع فيديو فيه الفايدة، اما لا توندونس توا هي راه توا في بري بلون بي، خاصة كي تبدا في عندك فوندو باهي ولا حتى ما عندكش فوندو، كتسفر 75 باش تصطاد في قامة ولا في 3 قامات تنجم تتصرف فيهم تعمل ريبارتيسيون جويدة ديما تقعد جويدة، أما هذا مثلا عندك 3 جرام ولا 2 جرام مش تصطاد في قامة، ريبارتيسيون تجي هكا مخشلفة شوية، تجي خشينة ياسر، ما تجيش حاجة فينو هكا، تفزت لك أكل في ناس وأكل في أنا، هاسي باش نقولك دي اللي عادي تلقى برشا شوا، تلقى لونتين، تلقى برشا فورمات فما. تلقى هكا تلقى الفورمة هادي تلقى هذيا زادا تحفون البوري هذيا، تلقى الفورمة هذيا قديش هذيا، هذي 1.5 جرام هذيا مش بري برومبي، تلقى شوا تلقى لونتين 4.5، تلقى 3، تلقى حتى 1 مليمتر هاو، أما في البري برومبي مازلت معنديش برشا شوا. توا اللي عنا توا بريسك نوع واحد هو في الكولميك، والكلهم لونتين بتاعهم 3 مليمتر، ممكن تعرف استرلاي 3 مليمتر على الحيط فماش، دونك شوية ليميتي شوية هنا في البلي بلون بيج تتحل شوية ويعاودو يجيبونا على الأقل لونتين، تلقى كات في بلسان، تلقى الفورما، تلقى برشا انواع مثلا مش كلها في 0.75 بريسك، تلقى 0.75 بلو 0.75 ولا 1.25 بلو 0.75 ولا 2.25 بلو 0.75، نو يجيبونا هو فما راه فما 3 بلس 1 فما 4 بلس 1 زاد هكا زاد تبدا ستابل على الاخر ركز معناها 4 بلس 1 ولا 3 بلس 1 ما يتحب بريسك، حتى في الكورون يبدا
وي شوية يبدا يركح. والافونتاج بتاعه هذا يعني قلت لكم في اللونس تربح لونس وتربح حتى اقل تخبيل. علاش اقل تخبيل؟ خاطر في هذا البوار الكبير في الفلوتور دونك في الرمية. سيبوزون عندنا هكا ريبارتيسيون 0.75 في الرمية، باش تمشي الفلوتور هو باش يصدر باش يسبق وتخلط عليه وتخلط عليه الواحد اللي ريبارتيسيون في الاخر هكا في الاخر يتمد هكا. وانت بريسك اذا تبدا الريبارتيسيون تاعك مريقلة بالكدا تخبيل 0% تخبيل مع هذا. اما مع هذا مثلا سيبوزون عندي هنايا يعني مثلا ديما نشد هذايا 3 جرام اللي كنت نصطاد بيه برشا تحفون على الاخر ترابوكو. اما هذا كما قلت لكم في الريبارتيسيون عندك محصور بالبوا هذايا مثلا عندك 2 أو 3 جرام يسك تحطو 2.8 سيبوزون على ريبارتيسيون 2.8 في اللونس. انت راك باش ترمي ب 2.8 2.8 هي اللي باش تمشي لورينيا ومن بعد اقل نفخة نتاع ريح اقل حكاية تنجم تتخبل لك اذا ما تبداش بيان سوفيستيكي الريبارتيسيون نتاعك. اما الاكثرية تعمل تخبل لك لازم تجيك رمية اثنين باش تفتك باش تعمل لك تخبيلة مع شوية ريح وزيد ليميتي. انا باش ترمي 2.8 قداش باش ترميها بالله وبر تخدم حتى بالدوز وكذا في الموتور تبدا ليميتي معناتها ما عندكش حرية كبيرة في النص. مش كيما هذا مثلا هذا ترمي فيه توصل 20 متر عادي جدا. 20 متر في زوز قامت ونص فوندو تصاد 0.75 بعز كان هذا هو بريسك اللي حبيت نحكيو فيه الفرق ما بين فلوتور بلي بلون بولونيز بخي بلون بي وفلوتور بولونيز العادي الاوردينير العادي كلاسيك. كاو ان شاء الله تطلع فيديو باهي يا عزيزي. هاي سلام.